طب يحيى، يعني كان زمان دايما اهالينا واجدادنا كانوا بيهتموا جدا بقصه الزراعه وقصه حتى تربيه المواشي والدواجن. في نفس الروح بتاع مصر الجديده دوت، اهلي كانوا عاملين بقى بط والله. انت ما كملتش القصه اصلا. هي هو عمل شورت كات للموضوع، انا ما خدتش بالي من القصه. بس نفس موضوع مصر الجديده ده كان فيه برضو بط وارانب زمان. هو خلينا نتفق ان ايه موضوع ممكن تربيه المواشي او تربيه الطيور، يعني ما ينفعش دلوقتي خالص تتم على اي سطح من الاسطح. لكن الخضره كانت عندنا زياده، انا فاكر كان عندنا شجره جوافه وشجره مانجا وشجره بشمله اللي مش موجوده اصلا دلوقتي. موجود بس لغايه دلوقتي. كل الحاجات دي كانت زمان موجوده ومتاحه، وحتى البصل والنعناع والقرنفل كل حاجه. واسمه ايه التاني؟ ريحان. ريحان. يعني كان زمان عندهم الثقافه دي اللي هي الطبيعه، من الطبيعه للطبيعه زي ما بيقولوا كده. بالظبط. راحت فين الثقافه دي بالنسبه لنا؟ هو لما الدنيا مدنت شويه وبقت ريت الحياه بقى سريع، واحنا طول ما بيحصل عمليه اربانيزيشن الدنيا، يعني ريتم الساعه الحياه عمال يزيد، فبقاش في وقت، فبقاش ناس عندها الروقان زي عند اجدادنا. فده اللي خلى الناس خلاص بقى ايه، كل حاجه فاست فود، كل حاجه سريعه، كل حاجه. وبعدين النقطة الثانية اللي معلش هزودها عليها على النقطة دي هي ان احنا عندنا دلوقتي بقى في الاراضي الزراعية قاعدة بتقل، بقى في دلوقتي تعديات على الاراضي الزراعية، المساحات الخضراء جوه المدينة بتقل. في ابحاث بتقول ان المساحات الخضراء، القاهرة تعتبر من اقل دول العالم نصيب الفرد في المساحة الخضراء. فدي نقطة ثانية برضو الناس مش واعية بيها خالص، ان احنا قاعدين بنبني على الاراضي الزراعية وقاعدين بنكسباند، القاهرة قاعدة بتكبر. وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا طب يا جماعة نعوض بقى المساحات دي بمساحات خضراء، وعايزين طبعا اكسجين، وعايزين نقلل الحراره بتاعت المدينه والتلوث. ففي برضه بعد بيئي احنا لازم برضه يبقى على طول في دماغنا، ولازم نبقى بنفكر فيه. يعني ده ممكن يساعد في التغير المناخي، ان يعني فكره طبعاً المناخ اللي بيتغير ودرجه الحراره اللي بترتفع والشتاء اللي بيتاخر قوي، ده ممكن مثلا من زياده مساحه المساحات الخضراء ده ممكن يغير في التوازن البيئي شويه او في التغير المناخي. احنا الزراعه المائيه بتترجت اربع حاجات. اول حاجه طبعا زي ما عبد الله قال في الاول، بنقلل استهلاك المايه. تمام. عن الزراعه العاديه لغايه 50%. هي اكتر، ممكن توصل ل 90%. يعني ده الايه اللي هو برضه نشرح للناس، لان هي احواض ثابته فيها ميه، فيها ميه بتعمل لها سيركيليشن. تمام. فانت الميه يعني بتدي ميه، وبعد كده الميه الثانيه بتنزل وترجع ثاني على تاني. تمام. فهي بتبقى ايه، منظومه. ثاني حاجه بنزود او بنضعف الانتاجيه عن في المتر المربع عن الزراعه العاديه، من دبل لثلاث اضعاف الانتاجيه العاديه. احنا بنزرع حاجات خضراء، فالحاجات الخضراء دي بتعمل ايه؟ بتمتص الكربون دايوكسيد ايميشن. بالظبط. فده حاجه كويسه. حاجه كويسه. اخر حاجه بقى منظر جمالي. طبعا. طبيعي. اي حاجه خضراء. اي حاجه خضراء منظر جمالي. مريحة العصر. يعني انا بالنسبه لي يعني بعد البدايه اللي احنا معناها، انا كان يعني كانت حياتي الصبح ما كنتش انسان نهاري خالص، بقيت انسان نهاري. بتحب تصحى الصبح؟ اصحى الصبح اخد القهوه. بس انا حاسه ده من مودك يعني. والله انت مبسوط جدا، ويعني اكيد ده فرق جدا. فانا هزود على النقطه بتاعت المكون الاجتماعي. احنا الاسطح عندنا خلاص ما بقاش في حد فكره ان هو يطلع يستفيد بالسطح. صح. المكون الاجتماعي ان انا حولت السطح ده لسبيس اقدر ان انا استغله، من مكان الكراكيب ل مظبوط لمكان بقى شكله اخضر، وبقى فيه اماكن الناس تقعد فيها. المشروع اللي انا قلت لك عليه اللي اشتغلت فيه في الجامعه الامريكيه ده، كان حولنا السطح بتاع المدرسه اللي غير مستغل لمكان المدرسات بياخدوا فيه طلاب، بيعملوا اكتيفيتيز على السطح، مدرسات العربي حتى، يعني ما بقاش بس ليه علاقه بالزراعه، مدرسات العربي ياخدوا الطلبه يعملوا موضوع تعبير على زراعه الاسطح. جميل. في السطح المدرسات بقى بيعملوا ديش بارتي على السطح، بيجيبوا اكل ويطلعوا فوق. فاحنا غيرنا من الداينامكس بتاعه السبيس اللي هو كان غير مستغل على الاطلاق. فبيبقى ليها ابعاد، يعني زي ما بقول لك، ابعاد اجتماعيه وابعاد اقتصاديه وابعاد بيئيه، فالموضوع بينيفيشال يعني بشكل كبير يعني. بالظبط.